I'm back and welcome back to 5X5 show. That's my name. بحلقة اليوم في مجموعة كبيرة ومعلومات ومواضيع شيقة بانتظاركم. خمس فقرات بتضمنوا أفضل خمس مراتب عالمية. وهلأ خلونا بشكل سريع نبلش الحلقة. هاي صفحتنا على الفيسبوك and thanks to all of you. وتشاهدوا حلقاتنا على اليوتيوب HD وما تنسوا هاشتاج 5X5. جهزوا حالكم لأن مشوارنا ابتدى لكن after the break. World Speed. Did you know? Healthy Life. Video Games. And this week's Top 5. يعتبر معرض شيكاغو للسيارات من أهم وأكبر المعارض في العالم ومقره في الولايات المتحدة. لذلك تحرص كبرى شركات السيارات على عرض أهم سياراتها أثناء فعاليات هالمعرض. فالدورة الجديدة للمعرض رح تقدم عدد كبير من السيارات اللي رح يتم الكشف عنها لأول مرة. بفقرة World Speed رح نشاهد أحدث خمس سيارات برزوا وتألقوا في معرض شيكاغو in 2016. So check this out. سيارة تويوتا أفالون 2016. فالسيارة راح تتوفر بمحركين، الأول سعة 3.5 لتر بعدد 6 سلندر لا يعطي قوة مقدارها 268 حصان. أما المحرك الثاني فهو محرك هجين بسعة 2.5 لتر لا يعطي قوة مقدارها 200 حصان. والسيارة لاقت ترحيب كبير من محبي سيارات تويوتا، حيث لاحظ البعض أن الموديل الجديد أفالون 2016 is the best. وسيارة شيفروليت كامارو 1LE 2017 واللي تعتمد هالسيارة على محرك V6 بسعة 3.6 لتر ليولد قوة مقدارها 335 حصان ويتصل بصندوقة روس جير يدوي من 6 سرعات. كما تتوفر هالسيارة بمحرك V8 سعة 2.6 لتر. كما تتوفر هالسيارة بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر ليولد قوة مقدارها 455 حصان وأيضا يتصل بصندوق روس جير يدوي من 6 سرعات مخصص إلها. أما سيارة فورد إكسبلورر XLT سبورت 2017 وهي مجهزة بشكل جديد مع مقعد سائق بعشر وضعيات للجلوس ونظام SYNC3 للمعلومات والترفيه. وتعتمد هالسيارة على محرك V6 بسعة 3.5 لتر ليولد قوة مقدارها 290 حصان و 345 نيوتن متر من عزم الدوران. لا تتصل هالسيارة بصندوق روس جير أوتوماتيكي من 6 سرعات. وسيارة انفينيتي Q50 2017 فهاي الفئة من السيارات تتوفر بمحرك سعة 3 لتر بعدد 6 سلندر لا يعطي قوة مقدارها 400 حصان وعزم الدوران 350 راتل قدم. لكن الفئة الثانية من السيارة تتوفر بمحرك سعة 3 لتر تيربو بعدد 4 سلندر لا يعطي قوة مقدارها 208 حصان وعزم الدوران 258 راتل قدم. وأخيرا سيارة فورد باور رام 2017 وهي تحمل التحديثات الجديدة للسيارة من صدم خلفي جديد ومرايا جانبية بتصميم مختلف. أما من الداخل فهالشاحنة حصلت على فرش جديد للمقاعد وخيار تبطين بالأسود للسقف، فيما يبقى كل شيء في الداخل كما هو دون تغيير. وبالنسبة للمواصفات الفنية فما زالت فورد باور رام تحتفظ بنفس المحرك وهو V8 اللي بسعة 6.4 لتر وبقوة 410 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.